ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد، والفيديو النهاردة حساسية لعبة ببجي موبايل زائد حل مشكلة توقف اللعب فجأة لما بتكون بتلعب كلاسيك او بتلعب مستودع. بس يا ريت يا اخواتي قبل اي حاجة كلنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكروا الله لا اله الا الله. بالنسبة اخواتي للناس اللي كسبت الرويال باس من تعليقات الفيديو اللي فات، هتلاقوهم موجودين في التعليق المثبت مع كود الحساسية وكود الاعدادات وكمان الاي دي بتاعي، وكمان الناس اللي حابة تقدم على الكلان هيلاقوا برضو رابط التليجرام موجود في التعليق المثبت. وانا هسحب 5 رويال باس من تعليقات الفيديو ده، بس بتمنى منكم تكتبوا تعليق حلو زيكم، وما تنساش تكتب الاي دي بتاعك علشان اعرف اشحلك. واللي قدامكم دلوقتي دي احصائيات اخر فيديو يا اخواتي، لا تفكروا ان انا بكسب ياما هنا ياما هناك. انا بتمنى منك تحط لايك وانا افرحك من جيبي، من مالي انا، مش من اللي انا بكسبه من وراك. ومش هطول عليكم اكتر من كده في المقدمة، ويلا بينا ندخل على الشرح. طبعا يا اخواتي انتوا متعودين عليا ان انا بجيب لكم حساسية من الاخر، حساسية تمشي لكل الاسلحة، يعني مش لسلاح واحد معين ولا سلاحين، لا لكل الاسلحة. هتقولي طب ازاي؟ هقولك اتفرج وشوف. ودلوقتي نيجي لحل مشكلة توقف اللعب. دلوقتي ده كله بيعتمد على زرار الحركة. طب انت هتقولي دلوقتي طب انت ازاي دخلت زرار الركض اللي هو الاصفر جوه زرار الحركة؟ انا هسهل عليك الموضوع ده كله واقول لك خد الكود بتاع الاعدادات بتاعتي وادعي لي. وطبعا لو انتم حابين شرح مفصل اكتبوا لي في التعليقات وانا هشرح لكم الفيديو الجاي واقول لكم ازاي تعملوها لوحدكم. ودلوقتي يا اخواتي هسيبكم مع جيم ليفك وعدد كلات عالي جدا سولو سكواد. وكمان في ملحوظه بسيطه جدا يا اخواتي للناس اللي بتتفرج عليا لحد دلوقتي، في كودين هيظهروا لك، والكودين دول تبع جوجل بلاي، هيظهروا لك تقدر تشحنهم في اللعبه. الكود الواحد $10، هيظهروا لك في الفيديو. اتفرج للفيديو للاخر وما تنساش تحط لايك للفيديو علشان تشجعني للفيديو الجاي، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام يا اخواتي.
شايف بيلعب. قلت لك هيجيبني.